مع سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان الرؤية الاقتصادية 2030 ومسار الإنجازات، حيث استذكر سموه الإنجازات الأولى لحكومة البحرين معرجا بعدها إلى الطموح الذي تسعى إليه من خلال الرؤية الاقتصادية. يسعدني أن أشارك في هذا الملتقى الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، حيث يتيح لنا هذا اللقاء الالتقاء بالقيادات التنفيذية والإدارية في الدولة لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب حول عدد من القضايا التي تهم الوطن، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين المسؤولين في الحكومة وصولاً إلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية في العمل وأهداف البرامج التنموية للحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في عام 2008. إن رؤية البحرين الاقتصادية التي قامت على الثلاثة المبادئ الأساسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية كان الهدف منها تطوير اقتصاد مملكة البحرين وتحقيق الحياة الأفضل لكافة أبنائها. ومع بدء انطلاقة الرؤية حرصت الحكومة بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد على أن تأتي برامج عملها منسجمة مع أهداف الرؤية وملبية لمتطلباتها، وذلك من خلال تشكيل اللجان المتخصصة ووضع الآليات وفق أنجع الأساليب التنفيذية والتنسيق والمتابعة المستمرة التي أدت إلى إطلاق مبادرات إصلاح وتطوير التعليم والتدريب وتطوير وإعادة تنظيم القطاع الصحي وإطلاق حزمة من مشاريع الإسكان وتوفير المزيد من المساكن للمواطنين وتطوير القضاء وتطوير قطاع الاتصالات والمواصلات بما في ذلك مطار البحرين الدولي. إن الهدف من لقاء هذا اليوم البدء في انطلاقة جديدة من العمل الحكومي وفق الآليات المناسبة للتعامل مع المتغيرات والمتطلبات التنموية الشاملة، ويأتي في مقدمة التنسيق والتعاون والمتابعة التي هي عوامل هامة في تنفيذ المشاريع وفاعلية الأداء وتحقيق الأهداف، حيث أن اللقاءات المباشرة والنقاشات الهادفة وتبادل الخبرات والتجارب لها دور هام في حشد الجهود وتكاملها وصولاً إلى العمل المشترك في مختلف المجالات. وعلى الرغم من أن الظروف والتحديات والفرص المتاحة التي بدأنا بها مرحلة التأسيس تختلف عن ما هي عليه اليوم، إلا أن الثوابت وأسس العمل تظل كما هي من حيث الزمن والمكان، وهي الانضباط في العمل والجدية في الأداء وروح المبادرة والعمل الجماعي، لأن تقدم الشعوب لا يتأتى من خلال الثروات الطبيعية فقط، وإنما يعتمد في الأساس على الإدارة الجيدة. مشاركة الإنسان في بناء وطنه بجدية وإخلاص وتفانيه في أداء عمله، وإنما تهيأ لهذا الجيل من وسائل الإنجاز والابتكار من خلال ما جاءت به الثورة المعرفية والتقنية لم يتهيأ للأجيال التي سبقت. وأود هنا التذكير بالرحمة والتقدير لعدد من الرواد الذين صاحبوا مرحلة التأسيس، وهم المغفور لهم بإذن الله تعالى السيد محمود العلوي، أحمد العمران، يوسف الشراوي، سعيد الزيرة وغيرهم
من الذين أعطوا وما زالوا المثل الذي يحتذى بالإخلاص والعطاء والولاء للوطن والانضباط والجدية في العمل واحترام مواعيده ومتطلباته. هنا ودي أن أركز على موضوع الإدارة. كما قلت بأن الغنى ليس بالثروات الطبيعية. هناك دول غنية لديها إمكانيات ضخمة ولكنها متأخرة لأن نظامها الإداري سيء. وهناك دول صغيرة جداً وليس لديها إمكانيات ولكن بالإدارة الجيدة استطاعت أن تتقدم وتتطور. أنا هنا أريد أن أركز، إذا أردنا أن ننفذ هذه الرؤية يجب أن نطور جهازنا الإداري بشكل يتمشى مع هذه المتطلبات. هذا تحدي كبير وبدونه لا نستطيع أن نسير أن ننفذ كل ما نقول. ففي مجال التعليم مثلاً، إذا لم يكن عندنا تعليم متطور لا تستطيع الأجهزة الأخرى، إن كان الصحة، إن كان في الأمن، إن كان في التجارة، إن كان في أي شيء، يجب أن نعطي هذه الأمور أهميتها. هذا حقيقة باختصار أن أقول، لأن ما قيل فيه الكفاية، أنه أنا أريد موضوع تطوير الجهاز الدولة والجهاز الحكومي بشكل يتمشى مع متطلبات هذا العصر.